بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نكمل اليوم بموضوع الأوبريتر أوفرلودينج. صرنا عند سلايد، كملنا هذا صح؟ لا، صرنا عند الكلوك، بس خلينا نشد حالنا شوية لأنه هيك قاعدين. نعمل open، عملنا بالكلوك الكونستراكتر ست اورز، ست اور بسند قيمة للاور بشرط انها تكون صح، بيعمل فاليديشن الست. ليش الاورز بالذات عمل لها ست؟ ليش ما عمل لها ست مينت والست سكند؟ لانه الاورز كانت برايفت والمينت والسكند بابليك. شفنا الاورز برايفت، هي عملت لها اندرسكور اندرسكور. بما انها برايفت بقدر اعمل عليها اكسس من المين بارت. اجي مثلا لو عندنا الاوبجكت سي 1، اجي اقول سي 1 دوت اندرسكور اندرسكور اتش ار اس تساوي مثلا 10، بقدر؟ لا، قلنا لو عملنا هذا الاشي ما بعطيني ايرور، بس ما بعمل اكسس على الداتا ممبر، بعمل اشي جديد، بعمل متغير جديد، داتا جديده، اتفقنا؟ اما الببليك والبروتكتد شفنا انه بعمل عليهم اكسس بشكل مباشر من المين، اما البرايفت لا. طب كيف اغير قيم البرايفت ممبر؟ استعملت فانكشن، عرفت فانكشن ببليك اسمه ست اورز. هذا الفانكشن بيستقبل قيمه جديده للاور، بفحصها هل هي صح؟ كيف بتكون الاور صحيحه؟ اذا كانت بين الصفر اكبر او تساوي صفر واقل من 24 بتكون الساعه صح، بتكون الساعه صحيحه من صفر ل 23 وصح. اما 24 لا، طبعا ما بصير 24، 24 تبلش يوم جديد. سيلف دوت اندر سكور اندر سكور اور يساوي ايرث برنت ذا اور فاليو از رونج. طبعا اذا مثلا بعثت له 25 الساعه بقول انها غلط هاي الساعه، كل شيء غير. طبعا ما غيرها، خليها نفس ما هي. الجيت اورز بيرجع لي قيمه سيلف دوت اندر سكور اندر سكور اورز اتش ار اس. النون عملنا النون انه يبحث الساعه، اذا اقل من 12 اذا اقل من 12 بيرجع لي اي ام، بيرجع كلمه اي ام انها صباحا يعني. else return بي ام انها بعد الظهر، البي ام مساء. دف عرفنا الاس تي ار، عملت اوفرلودنج للاس تي ار حسب الشكل المطلوب، نسخته من السلايد الشكل. طبعا انتبهوا انه يوم الخميس في عليك واجب، انتبه لوقت الواجب وبتحل الواجب، مش اشي صعب، سهل. يعني تكتب كلاس بسيط وبتعمل عليه اوفرلودنج لعدد من الاوبريتورز الاريثمتيك والكومبارزنز. الكومبارزنز بعدنا مش ماخذينها، بس ليوم الخميس بنكون ماخذينها. ما حضرت يوم الخميس. ذا كلوك از، شوفوا الساعه تظهر الساعه والدقائق والثواني. AM كلمة AM أو PM حسب شو هي الساعة، بعد الظهر أو قبل الظهر. عملنا دمجتن بطريقة ودمجت كلمة AM. طب AM كيف دمجت؟ استدعيت النون، النون هو بفحص الساعة وبيقول لي هل هي AM أو PM. self.noon القيمة اللي بترجع هي string، دمجتها مع السترينج الحالي. وعملنا الاوبجكت وفحصت وطبعت، عملت تو اوبجكت سي 1 وسي 2 حسب ما هن مطلوبات وعملنا لهن برنت. طب نكمل المطالب، احنا وقفنا عملنا طبعنا هاي الاوبجكتس، طبعت عملت النون، عملت جيت اور وست اور وانت، والطباعه كان لازم اعمل الاس تي ار، عملتهن بحيث يطبع لي بهاي الصيغه. طيب امبلمنت شو، الشو شو بيعمل؟ بس بيستدعي برنت سيلف او برنت اس تي ار اوف سيلف. خلينا نعمل الشو هاي ديف شو، بستقبل فقط سيلف. وشو بيعمل؟ حكينا بنعمل يا برنت سيلف يا بتكتب سيلف او اس تي ار اوف سيلف. كتبت اس تي ار اوف سيلف او كتبت سيلف لحالها، تمام صح. طيب شو كمان طلب منا غير الشو؟ شوفوا كيف بقرا بالسؤال وبكتب نفس الاشي، الواجب لك ممكن نمتحنك كويز زي هي. make arrival time، make arrival time method، بدي اعمل ميثود جديده اسمها arrival time that received c1 and 95. لاحظ arrival time شو بتستقبل؟ c1 الاوبجكت، اوبجكت يعني اللي هو السيلف. طبعا بالكلاس ما بحط c1 بحط سيلف. and 95، 95 يعني ايش؟ انتجر. يعني ايش انتجر؟ هاي سيلف وادر، الادر شو هو؟ انتجر. ما
هون معطيني زي مثال، انا ما بلتزم بالمثال، انا بدي اعمل بشكل عام الارايفل تايم ميثود، بما انها ميثود يعني داخل الكلاس. لو قال لي فانكشن ممكن اعملها بابليك خارج الكلاس، ممكن اعملها جلوبال اللي هي خارج الكلاس مش داخل الكلاس، بس هو قال لي ميثود، يعني ميثود يعني داخل الكلاس. اذا هو قال لي سي 1 اند 95، انا ما راح اعمل سي 1 و95، سي 1 اللي هو سيلف، وال95 يعني اذر، والاذر هنا بتبث الانتجر فاليو. طب نشوف شو بيعمل هذا الارايفل تايم. انا فهمت لحد الان الهيدر، لحد الان انا فهمت الهيدر، غير الهيدر ما فهمتش، يعني مش عارف شو بيعمل. هاي arrival underscore time بيستقبل self و other. شو self؟ self هو الobject والother هو integer value. طب شو اعمل بarrival time؟ هاي خلينا اقرا اشوف شو اعمل فيه. as arrival time self اللي هو c والother 95، then it returns the c3. شوف شو بيعمل، بيرجع object جديد اسمه c3. بيرجع شو؟ object جديد. شو يعني C3؟ يعني object جديد من نوع clock. which is the clock؟ يعني which is the clock؟ يعني هو نوع clock. when arrival time، when arrival time، for example أعطانا مثال other 95 minutes هي 1 hour زائد 35 minutes using add. بدي اعرف ال add. طيب خلينا نعرف ال add ونرجع لل arrival time. الآن يعني طريقة كتابة الأسئلة غير شكل عندهم ما شاء الله. خلينا أعمل الآد وبرجع أشوف الأرايفل تايم. خلينا أعمل الآد ديف أندرسكور أندرسكور آد أندرسكور أندرسكور بستقبل سيلف فاصلة هذا. السيلف اتفقنا إنها أوبجكت والأذر هي انتجر فاليو. بدي اعرف اوبجكت جديد من نوع كلوك سي 3 يساوي كلوك، ابعث قيم مثلا 0 0 0 لاني مش محدد قيم افتراضيه. لو محدد قيم افتراضيه ممكن اترك الاقواس فاضيه. بعدين شوفوا سي 3 دوت الأذر هاي بتمثل دقائق minutes، شفنا انها بتمثل دقائق. شو راح اعمل؟ C3 دوت ابلش بالثواني، اجمع الثواني تساوي C1 دوت second. مش راح اضيف لها الاذر لانه الاذر بس بدي اضيفه على مين؟ اللي على المنت. هو هيك حكى لي سي 1، انا عندي سي 1 هيك بدنا نكتب سي 1 صح؟ خطا لانه انا ما عندي سي 1 عندي سيل سي 3.minut تساوي سي 1.minut زائد أذر. طب زائد أذر دكتورة مش بنحط سيلف دوت مينت؟ سيلف، أنا كل ساعة بحكي سيلف برجع بحط سي 1 سيلف دوت مينت زائد أذر. طب هالساعة بدي أفحص السي 3 دوت مينت. إف سي 3 دوت مينت أكبر أو تساوي 60 شو أعمل؟ إذا أكبر من 60 هي لازم الدقائق لحد 59، إذا أكبر من 60
راح احكي او قبل ما هاي الاذر ممكن افحص الاذر ممكن اضيفه بعدين افحص الاذر ممكن افحص الاذر بالبدايه الاذر قبل ما اضيفه اذا كانت اقل اكثر من 60 اكثر من 60 اعمل ساعه ونقص شوفوا اذا كانت الاذر اكثر من 60 من البدايه بقدر الاذر اكبر او تساوي 60 ممكن استعين اس او اتش يساوي اذر ناقص 60 تساوي اذر ناقص 60 هون بحكي سأل خلاص فيش داعي هاي نقصت منها 60 إذا كانت أعلى بس إذا نقصت 60 بكون إيش بكون الساعات C3.underscore_underscore_HRS تساوي self.underscore_underscore_HRS زائد 1 لأن أنا نقصت 60 نقصت 60 هاي بحالة إنه نقصت 60 دكتورة نعم يعطيك العافية الله يعافيك بدي أطلع من المحاضرة طالع المستشفى لأن طيب شو اسمك؟ يعطيك العافية صهيب المهدات صهيب المهدات طيب صهيب المهدات صهيب المهدات دكتورة تفضل دكتور عشان الأذر ناقص 60 مش شرط انه ازيد ساعة واحدة ممكن ازيد مثلا يعطيني الدقايق مثلا 180 دقيقة هيك بصير اكثر من ساعة رقم اكبر صح بدي يعني مش شرط دائما ساعة واحدة ازيد احنا يعني ممكن نوجد باقي القسمة على باقي القسمة على 60 الأذر باقي قسمتها على 60 أو قديش تقسم على 60 قسمة صحيحة طيب أنتوا بتفكروا فيها ممكن يعني نوجد قسمة الصحيحة للأذر على 60 إذا كانت مثلا equal equal 0 يعني هاي تحت 60 قسمتها إذا equal equal 0 قسمة صحيحة يعني تحت 60 الأذر بتظل زي ما هي الأذر شو رح تظل؟ رح تظل زي ما هي إذا لا تساوي إذا أكبر لا تساوي صفر not equal zero هيا not equal صفر القسمة يعني أكبر من 60 أكبر من 60 زي ما حكى زميلكم الشرط أنقص 60 ممكن أوجد باقي القسمة على 60 هاي خليها الأذر الأذر تساوي أذر بس بديش أحتفظ فيها بالأذر نفسه بدي أخزنها متغير جديد مثلا ممكن أحتفظ بالأذر بالتمبوراري عشان ما ضيعها هاي تي تساوي أذر بعدين أحكي أذر تساوي أذر بدل ناقص 60 مد 60 باقي القسمة على 60 راح تكون هذا اللي تحت 60 طب أو عدد الساعات الـ H ممكن أسميها H مثلا عدد الساعات اللي ممكن أضيفها على الـ Hours بسميها H شو راح تكون؟ اللي هي قسمة الأذر على 60 أذر على والأذر أنا احتفظت فيها بالـ T عشان ما أضيعها على 60 فأجي بدل ما أقول له زائد 1 صح زي ما حكى زميلكو بحط له زائد H هنا زائد H والعدد والمينتس
بتصير C3 dot min يساوي self dot min زائد وين احتفظنا باللي تحت ال زائد other. هاي بحالة إنها أكثر من 60. إذا أقل من 60 C3 dot minute راح تكون C3 dot second. السكند عملها برا مش مشكلة. ولاحظوا هاي C3 لازم أحطها بالبداية. حطيت جمل F وأنا C3 dot minute تساوي self dot minute زائد other والhours يكون self dot hour زي ما هي بدون مزيد عليها إشي إذا كانت تحت 60. والسكند هي تلقائيا self dot second لأنه هو زاد على الساعات، زاد لي على الساعات. الarrival time ممكن أخليه يستدعي الأد، ممكن أخليه يستدعي الأد مثلا. آخر شيء return C3 ممكن أقول له return هون self زائد other لأنه في add self زائد other الarrival time. إذا كان طبعا هم مش موضحين الفكرة نهائيا، الكل مكتوب مش موضح شو المطلوب فيه، يعني مش موضح. طيب نشوف الكومباريزنز، خلينا نعمل رن نستدعي الجمع. مثلا جيت قلت له print C1 زائد 95 زي ما حكى، خلينا نشوف اشتغل صح ولا لا كودنا. هاي C1 زائد 95 صارت 79. ليش؟ بعد ما أضيف على المنت، بعد ما أضيف على المنت الأصلية لازم كمان أفحص. بعد ما أضفت على المنت الأورز يعني هو الصح النظيفة، بعدين أفحص المنت الجديدة مش أفحص الأذر. يعني بجوز تكون الأذر 35 والمنت 35 يصير 70. 35 زائد 35 70، في منت 70. يعني الأصل إن أزيدها على المنت، أزيد الأذر على المنت، وبعد ما أزيد الأذر على المنت أعمل الفحص. لازم أزيد الأذر على المنت وبعد ما أزيد الأذر على المنت نعمل الفحص. خلي هذا الكود كومنت، هاي بدي أعمله كومنت. طبعا السكند مش راح تتغير. هاي بدي أزيد الأذر على المنت T3.minute تساوي self dot minute زائد other. بعد ما زدتن بدي أفحص C3 dot minute. بدي أفحص مين اللي بدي أفحصه؟ C3 dot minute، نفس اللي فحص هذاك بس لمين؟ ل C3 dot minute. لا تساوي 0، نفس الفكرة اللي طلعت معنا. ممكن أنت تعمل بفكرة ثانية T تساوي C3 dot minute، بعدين بحكي له C3 dot minute خزنتها بتي، طلعت أن لا تساوي 60. C3 dot minute تساوي C3 dot minute اللي هي تي مود 60. باقي قسمتها على 60. طيب انا عشان ما ضيعش السي 3 دوت مينت خزنت تبتي. طب هسه تي هاي بدي اعرف كم ساعه اضيف على الاورز اللي هي هسه سي 3 دوت اندرسكور اندرسكور اتش ار اس تساوي سيلف ساعات دوت اندرسكور اندرسكور اتش ار اس زائد ايش؟ تي قسمتها على باقي قسمتها على 60.
ونفس الإشي الساعات ممكن أفحص إذا صارت فوق 24 أرجع أعدلها ليوم جديد، صح ولا لا؟ كمان الساعات هسا مش أنا بدي أزيد على الساعات، بل كانت الساعة 23 وزدت 2 مش مشكلة، كمان الساعات بنفس الطريقة ممكن نفحصها، بس إحنا خلينا هسا بس على الدقائق. فحصنا ضفنا على الهاي، بدي أضيف المينت، عدلتها في مد 60 في مد 60 بعدين الأورز عدلناها، المينت والأورز عدلناها، هاي الإلز الإلز هاي نفسها خلاص، المينت بتضل زي ما هي والأورز بتضل زي ما هي. عمرا كمان مرة، وين هاي قسمة؟ ليش مش حاطة 60؟ وين راحت 60 اللي كنت حاطة؟ هاي شوفوا شو كانت الساعة، كان عندي 70، هسا أنا سيلف وأذر في 1 11 35 46 ضفت 95 هون، 95 زائد 35 قديش طلعت؟ 195 زائد 35 130، 130 الأصل إنه ضيف ساعتين وظل 10 دقايق، هاي 10 دقايق وضاف ساعتين على الساعات صارت الساعة 13، الساعة صارت 13 10 دقايق 46 ثانية بي أم. يعني هون قاعدين هم بحطوا الأمثلة بضيعوا الوقت على أمثلة والمادة نفسها. خلينا نشوف الـ Overloading Comparisons Operators. Overloading Comparisons Operators عمليات المقارنة، كيف بعيد تعريف الـ Comparisons Operator؟ في عنا كم عملية مقارنة؟ في عنا Less than، Greater than، Less than or equal، Greater than or equal، Equality و not equal. نشوف نعرف أسماء الفانكشنز. طبعا هذول الأوبريترز اسمها الريليشنال أوبريترز، دائما نتيجتهم شو نوع النتيجة؟ شو النتيجة اللي بيرجحها؟ الأقل للأكبر، true أو false. شو منرجع منهن؟ true أو false. لا تقول لي بدي أرجع object، لو رجع object هو مش غلط، بس يعني ممكن يجيب لك تتبع كود ويكون مرجع object، بس المنطق إنه يرجع إيش؟ true أو false. نعرف أسماء الفانكشنز لهاي الأوبريترز. لاحظ الـ less than underscore underscore LT، LT الاختصار من less than LT عشان ما تنساها، لازم تحفظ الأسماء قلنا، لأنه إذا سميت اسم ثاني ما بيعتبره overloading للأوبريتر، بيعتبره function آخر، كمان ما بيعتبره error، بيعتبره function آخر. شوفوا less than underscore underscore LT underscore underscore استقبل، هل هي binary operators؟ هاي binary ولا لا؟ إلها طرف يسار ويمين؟ آه، إذا إلها طرفين، لها two parameters، two parameters self other زي عمليات الأرثمتك. ليش؟ لأنها binary. يعني binary يعني لها left operand و right operand. الأكبر شو اسم الأوبريتر؟ greater than، greater than gt، gt أسميه greater than؟ لا، اسمه underscore underscore gt underscore underscore، وما ننسى ال underscore underscore قبله بعد الاختصار، هاي هيك متعارف عليه، underscore underscore gt، gt اختصار من greater than. بستقبل كمان self و other، less than or equal le، من less ال l من less والe من equal، le underscore underscore le underscore underscore، هاي بتحفظ الأسماء زي اسمها، self فاصلة other، أكبر أو تساوي greater than or equal ge، g من greater وe من equal، ge ge لأنه في equal، equal الE من equal، greater than or equal GE underscore underscore GE underscore underscore self other، equal equal هايها EQ، EQ من equal، EQ اختصروها EQ underscore underscore EQ underscore underscore كمان بستقبل self other، not equal من N، N من not و E من equal، not equal NE underscore underscore NE underscore underscore. طب نروح نشوف شو الأشياء اللي بدنا نطبقها على الكومباريزنز. لاحظ الكومباريزنز بايثون does not limit operator overloading to arithmetic operators only. بحكي لنا لغة البايثون مش بس بطبق بعمل overloading للأرثمتك، بقدر أعمل overloading لأي operator موجودة باللغة.
اي اوبريتر بشرط انها تكون موجوده. arithmetic, comparisons, اللوجيكال, اللوجيكال, الباينري, الانري اوبريترز, الاوبريترز الاحاديه, كلهن بقدر اعمل لهم اوفرلودنج. بس انتبهوا, ما بقدر اخترع اوبريتر جديده مش موجوده. بقدر اعيد تعريف الاوبريترز الموجوده بحيث اقدر استخدمها مع الاوبجكت. عرفنا الهدف من الاوفرلودنج, اني اقدر استخدمها مع الاوبجكت. We can overload comparison operators as well. Suppose we wanted to implement. مين ببعث لي شات من المحاضرة الماضية؟ قلنا بالناس شات باسمك ورقمك. بديش شات باسمك ورقمك لأني بداخذ الحضور آخر المحاضرة, واللي ما بقولش نعم بتسجل غياب حتى لو سجلت شات هون. انتبه لهاي النقطة. من المحاضرة الماضية أخذت حضور وغياب على الورق. هذا الشات ما من 28/3 قلت لك ما راح أطل عليه. اللي بعدهم بيبعثوا, يعني المحاضرة الماضية يا سجلوا غياب يا كانوا مش حاضرين, أو سجلوا غياب حتى لو فاتوا حضروا وطلعوا حطوا التلفون بجيابهم. سجلت غياب أنت على كل حال. إذا ما حكيت نعم سجلت غياب. Suppose we wanted to implement the less than symbol in our point class. بحكي لنا على point بدي أعمل overloading للأقل, بدي أقارن بين two points B1 أقل من B2. Let us compare the magnitude. لاحظ بحكي لنا كيف أعرف إنها نقطة أقل من نقطة أخرى. بحكي لنا ممكن نقارن بناء على magnitude of these points. شو يعني magnitude؟ بحكي لنا هي حاصل جمع فرق السين. هسا رح نشوف magnitude شو هي. مربع السين, مربع السين زائد مربع صاد. حاصل جمع مربع سين زائد مربع صاد. بحكي لنا أقارنها بين two للنقطتين. إذا النقطة الأولى كانت قيمتها أكبر أقل بتكون برجع لي true. إذا النقطة الثانية كان القيمة أكبر برجع لي, وهكذا. This from the origin. لاحظ magnitude from the origin يعني بعد النقطة عن المركز. أشوف بعد النقطتين عن المركز. And return the result for this purpose. It can be implemented as follows. هاي مثلا class point. بقدر انسخه, لا اعمل له str و less than. طيب شوفوا الماجنتيود اللي هي مربع السينات زائد مربع الصادات للسلف, ومربع الصادات زائد مربع للأذرز. بعدين رجع, هل السلف اقل من الأذر؟ سلف دوت ماجنتيود اندرسكور ماجنتيود. خلينا اعمل لكم الكلاس بوينت, اكتبه بشكل سريع ونكتب الليست, نكتب الايكواليتي, نكتب أكثر من أي class point, نكتبه بشكل سريع self underscore underscore int underscore underscore بيستقبل self فاصلة x يساوي 0 فاصلة y يساوي 0 self dot x يساوي x. طبعا عملت in public self dot y يساوي y. عملنا def underscore underscore str underscore underscore of self. نشوف return, نشوف الصيغة اللي هو كاتب فيها في formatting. عمل بين أقواس 0 1 بين double quotation dot format self dot x فاصلة self dot y. return بين double quotation بين أقواس هاي قوس, هون حاط لي هاي 0 فاصلة 1. هذا السترينج دوت فورمات, استدعى له الفورمات, بعث له الفورمات لسيلف دوت اكس فاصلة سيلف دوت واي. انهن رح يظهر بين اقواس بيناتن فاصلة. بعدين عرفنا الاس تي ار, عملنا الكومباريزن. نعمل الكومباريزن, شو اسم الاوبريتر؟ less than underscore underscore, شو بستقبل؟ self فاصلة other. قال لي قارن بناء على مين؟ على الماجنتيود. طب بصير اقارن على شيء ثاني؟ بصير, بس هون هو هيك طلب مني. حسبت الماجنتيود للسلف, هاي self underscore mag سماها, اللي هي مربع السيني self dot x تربيع أس 2 زائد مربع الصاد self dot y تربيع. لازم هيك دائما أقارن؟ لا, هيك المطلوب كان. هسا other, الماجنتيود للأذر
other underscore m a g يساوي other dot x تربيع مربع x بالother زائد مربع y other dot y تربيع. بعدين بقول له return متى بيكون true؟ إنه الأول أقل من الثاني. إذا self underscore self underscore هاي مش dot هاي مش operator جديدة هاي الماجنتيود للسيلف إذا كانت أقل من الأذر أندرسكور ماج هاي رح رجع لي ترو أو فولس بناء على الماجنتيود. طب خلينا نعمل الإيكواليتي متى النقطتين بتكون متساويات. خلينا نعرف الإيكواليتي شو أعرف ديف شو اسم الفانكشن أندرسكور أندرسكور إي كيو إيكواليتي شو إي كيو أندرسكور أندرسكور شو بستقبل سيلف فاصلة أذر. طبعا السيلف والأذر هون تو أوبجيكتس لأني بدي أقارن بيناتهم لازم يكونن من نفس النوع مش أقارن أوبجيكت مع انتجر لا بدي أقارن تو أوبجيكتس. طب كيف بيكون المتساويات شو أرجع سيلف دوت إكس لازم تكون إيكوال إيكوال أذر دوت إكس and سيلف دوت واي equal equal other dot y. كيف النقطتين بتكون المتساويات؟ إذا x من الأولى ساوت x من الثاني y من الأولى ساوت y من الثاني بسكون المتساويات. طيب لو قلت لك not equal هاي underscore underscore n e not equal n e كمان بستقبل self فاصلة other. طب كيف أعرف not equal؟ شوفوا أنا بستفيد من الإيكوال بقدر أقول له return not self equal equal other بصير بصير. إذا كنت عامل overloading للإيكواليتي هذا بصير. أنا هيك عملت استدعاء للإيكواليتي لأن أنا self و other two objects. كيف استدعيت إذا مش متساويات يعني رجعت true not equal ما هي not equal عكس الإيكوال. طب إذا أنا مش عامل overloading للإيكواليتي بصير أكتب هاي الجملة؟ لا إذا مش عامل overloading للإيكواليتي ما بصير تكتب هاي الجملة. شو بتكتب؟ return اعكس الشروط اللي بالإيكواليتي self dot x not equal متى بيكون غير متساويات other dot x إما x الأولى مع x الثاني غير متساويات or عكس الإيكوال not equal عكس الand or self dot y not equal other dot y. طب لازم اكتب بالثانية هاي اذا انت ما عندك equality لازم تكتب هيك x الاولى اما x لا تساوي x من الثانية او ممكن يتساون بس ال y مع ال y غير متساويات بتكون ال objects two objects غير متساويات. طب انا في عندي مختصر عندي مختصر اذا عامل equality اذا بدي استفيد من ال equality بقول له return not self equal equal other بس بهاي الحالة عشان أكتب هاي الجملة لازم أكون عامل الإيكواليتي إذا مش عامل الإيكواليتي بعطيني إيرور إذا مش عامل الإيكواليتي بعطيني إيرور. هاي عملنا الستان والإيكوال والنوت إيكوال. طب الجريتر ذان ممكن أعملها بناء على الماجنتيوت أحسب الماجنتيوت بنفس الطريقة وأقول بس شو اسم الفانكشن جي تي ريتير سيلف أندرسكور أم جي أكبر من أذر أندرسكور أم جي بدل أقل أكبر. طب أقل أو يساوي نفس الطريقة أكبر أو يساوي نفس الطريقة بس بدي أكون عارف شو المطلوب وأعرف شو اسم الميثود greater than gt less than lt less than or equal le greater than or equal ge equal. وريتك الجدول بالبداية بعدين شوفوا عمل point p1 شوف هذا قابل للنسخ خلينا ننسخه ونوريك بالمين بارت. اعمل بوينت واحد اثنين وعمل طبعا شوفوا كيف استدعى الليستان ضروري يستدعيها هيك بي 1 اقل من بي 2 بهاي الطريقه. هاي الطريقه هو بيحول طبعا هون اعطاني ايرور لان انا مش عامل مثلا ممكن اعمل له برنت برنت ما راح يعطيني عليها ايرور أعطاني إيرور
v1.underscore_lt_underscore_of_b2. لاحظ ما راح يعطيني عليها ايرور انها غلط، بس هو الصح اني مجرد ما اعمل اوفرلودنج للاوبريتر ما استدعي انا الفانكشن بهاي الصيغه زيه زي اي فانكشن اخر. الصح اني استدعيه عن طريق الاوبريتر، بحكي بي 1 اقل من بي 3 2، هو لازم تلقائيا يعني يستدعي يحولها لجمله استدعاء بي 1 دوت اندرسكور اندرسكور ال تي اندرسكور اندرسكور اوف بي 2، وتحول تلقائيا ل point dot underscore underscore lt اتفقنا underscore underscore بين أقواس b1 فاصلة b2. بس أنا مش مطلوب مني إني أستدعي بهاي الطريقة، صح إن أستدعي إن أقول له b1 أقل من b2، هاي print كمان b3 كلها نفس النتيجة. طبعا أنا لا طبعت هاي true 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 هاي print b1 فاصلة أقل فاصلة B2 يساوي فاصلة يساوي فاصلة B3. شوف آخر شيء طبع لي واحد واحد أقل من سالب اثنين سالب ثلاث تساوي true تساوي true، لأنه بعد هاي النقطة المسافة بينها وبين المركز أكبر من المسافة، لأنه هو بربع السالب ما إله بالقيم السالبة. 2 تربيع زائد اللي هي 4 زائد 9، هون 1 زائد 1 مين الأكبر؟ هاي القيمة صح؟ واضح الفكرة؟ إذا مش واضح احكي. في عنا تريانجل، التريانجل في عنا البيس والهايت، هاي في عنا كونستراكتر نعمل الجريتر ذان، الجريتر ذان والاريا والديسبلي. بدي أعمل هل التريانجل اللي هو المثلث هل هو أكبر من المثلث الثاني؟ بناء على الأريا أقارن المساحة، إذا مساحة الأول أكبر من مساحة الثاني ديش أقارن الأبعاد، أقارن المساحة. مساحة الأول أكبر من مساحة الثاني شو بيكون؟ بيكون أكبر. طب خلينا نعمل كلاس تريانجل، هاي عندنا كلاس مين ينقلنا بسرعة؟ تريانجل اللي هو مثلث، نعرف الكونستراكتر، نعرف نعرفه div underscore underscore init underscore underscore. شو بدي استقبل؟ self البيس والهايت. شو المثلث؟ قاعدة وارتفاع. نعرف المثلث قاعدة وارتفاع، شو مساحته؟ نصف القاعدة في الارتفاع. بيس وهايت ممكن أحدد لهم قيم افتراضية مثلا واحد وواحد مش صفر وصفر، لأنه منطقيا إن يكون في أبعاد للبيس والهايت. طيب ممكن أعمل self dot base يساوي b self dot height يساوي h. بعدين هاي عملنا الكونستراكتر، بدي اعمل الاريا. مين يعرف لنا الاريا فانكشن؟ اريا بستقبل self، شو بيرجع الاريا؟ return نص. هاي بدا نص أو بكتبها واحد على اثنين مش مشكلة، ضرب سيلف دوت البيس ضرب سيلف دوت هايت. هاي المساحة. طب قال لي greater than، مين يعطينا تعريف لgreater than؟ يلا مين يعطينا تعريف لgreater than؟ يلا مين يساعدنا بكتابة greater than؟ مناش نضيع الوقت. يلا يا شباب underscore underscore دكتورة underscore underscore مين اللي بيحكي؟ عبد الملك. عبد الملك يلا يا عبد الملك. GT GT لازم بقدر أسمي اسم ثاني قلنا؟ لا لا مو بعدين self self و other لأنها binary self و other. قلنا self لازم أسميها self، أما ال other ممكن أسميها اسم آخر بس إحنا متعارف عليه other. طيب شو أقارن؟ self display ضرب other display. خلاص أنا بستدعي الاريا، ما هو الاريا بوجه حسب لي المساحة. صح الاريا موجودة ما هي self dot area بستدعيها الاريا self dot area أقواس
هيك بستدعيها جوا الفانكشن سيلف دوت اريا جوا الكلاس بكتب سيلف دوت مش اوبجكت دوت لانه احنا الاوبجكت الموجود اللي هو سيلف سيلف دوت اريا او اريا اوف سيلف عادي بصير احنا قلنا في طريقتين يا بقول اوبجكت دوت او بقول الميثود بحط الاوبجكت من جوا لا سيلف دوت اريا اقواس اذا كانت اقل من اذر دوت اريا خلص هو بحسب النصف القاعده في الارتفاع وبرجع اذا الاولى اقل برجع لي ترو وشوفوا شو راح يرجع منها ترو او فولس اذا يا ترو يا فولس انا هاي استخدمت عمليه مقارنه طيب شو كمان ممكن نعمل ممكن نعمل greater than or equal نفس الاشي بس اسم الفانكشن greater than or equal ممكن الايكواليتي افحص على المساحة ممكن افحص على الابعاد مش شرط على المساحة greater than or equal شو اسم الميثود رح يكون GE بدل GT شو رح يكون GE greater than or equal وانا هون استخدمت اقل طب قولوا لي استخدم الاكبر اكبر مش اقل انا بفحص greater than مش less than اذا لازم افحص انه الاول اكبر من الثاني greater than or equal اكبر او يساوي مساحته اكبر او يساوي طب الايكواليتي ممكن اقارن على الابعاد او على المساحه ممكن اقارن البيس يساوي البيس والهايت يساوي البيس اذا الهايت اذا هذا متساوي هذول المثلثين متساويات النوت ايكوال بالعكس زي ما هسه فحصنا عن النقطه انه البيس لا يساوي البيس او الهايت لا يساوي الهايت صح سيلف دوت بيس نوت ايكوال اذر دوت بيس اور دوت هايت نوت ايكوال اذر دوت هايت او الاريا افحص انه مساحه الاول لا تساوي مساحه الثاني بيكون غير متساويات بصير ولا بصيرش بصير ممكن افحص على اي معيار انا بدي اياه طيب الجريتر ذان والاريا والديسبلي ديسبلي طبعا بدي اعمل الاس تي ار الافضل ان اعمل الاس تي ار اعمل اوفرلودنج للاس تي ار بس شو بدنا نطبع شو بدنا نطبع عن المثلث ممكن اط ريتير بين براكت مثلا بين براكت تريانجل with base نحط قيمة البيس كيف بدمجه str of self dot base زائد فراغ and height height بدي ادمج معها str of self dot height زائد triangle with base كذا و height كذا او اكتب ال area of triangle area of triangle on زائد equal فراغ equal زائد str of self dot area شوفوا كيف بستدعي ال area self dot area أقواس بعدين ال display بقدر أقول له dev display of self print str of self يا قلنا بنقول str of self او بقول print self مباشره نعرف object من نوع triangle شوف شو اعطانا هو objects هاي t1 4 و5 نعرف t1 4 و5 t1 يساوي triangle طبعا كاتبها بالعكس مش مشكله لازم نعرفها زي ما انا كاتبها 4.5 و T2 يساوي لازم الواي
3.7 لو عملنا print لـ T1 بصير بقدر أعمل print لـ T1 بقدر أعمل print لـ T2 بقدر لأني عامل overloading للـ STR. طب بفحص هل T1 أقل من T2 print؟ مفيش T2 دكتور T3 مش أقل، بقدر أعمل أقل؟ لا بدك تقول لي لا لأنه أنت مش عاملة overloading للزدان. طب بقدر أعمل لزدان or equal بين T1 و T2؟ لا لأني مش عامل overloading للزدان. بعمل greater than؟ بقدر. ليش؟ لأني عامل overloading لل greater than. طب بقدر أعمل greater than or equal؟ بقدر أعمل greater than. نعم يا التسمية T3 مش T2، أنت قاعد تعمل T2 T3. T2 هو هسه راح أضبط هذيك إنه T3 كاتبها بالغلط. طيب ال STR last capital دكتور هون سيل نعمل run يعطاني false مرتين إنه الأول مش أكبر من الثاني. 4.5 × 2 × 5 = 10 3 × 7 = 21 في نص 10.5. إذا مين الأكبر؟ الثاني مش الأول. لهيك لما قلت له هل الأول أكبر من الثاني بناء على المساحة أعطاني false. وهل هو أكبر أو يساوي؟ كمان false. هل هو متساوي؟ بقدر أفحص equality؟ لا لأني مش عامل overloading للequality. اعمل overloading بعدين افحص اللي بدك إياه. كل operator بدك تستخدمها اعمل overloading إلها. write an OOP Python code to create a class called fraction. لاحظ class fraction with two attributes x as hidden and the private attribute y as a public. نبلش بالclass fraction. بدي أعمل الconstructor that create the fraction. In main code create two objects. بروح عليه هاي الغلط المين لما يقول لك main خليه آخر شيء. لا تروح تخربط حالك، انت لازم تكتب كل شيء بالكلاس بعدين بروح على المين. يعني لما بحكي لنا هو عادة هاي هاي الأشياء كثير مخربطة. طبعا هذا كأنه مطلوب منك واجب. بدنا نعمل overloading للضرب، بدنا نعمل overloading للقسمة. نعمل overloading للضرب والقسمة على الكلاس fraction. هاي كلاس fraction colon dev الconstructor int underscore underscore بيستقبل self فاصلة other self و other صح؟ خطأ self x و y قال لي بدك تعطيهم قيم افتراضية كمان بصير self dot ال x hidden قال لي hidden يعني private الإكس بدها تمثل البسط والواي المقام لهيك افحص if y لا تساوي زيرو لا تقسم على لا ممكن تعمل try و accept زي ما تعلمت try و accept أو تحط لي شرط عادي بس المهم إنك لا تحط المقام صفر لأنه ممنوع المقام يكون صفر بالكمبيوتر self dot y يساوي y else ممكن أعمل else إنه self dot y إذا كانت صفر أخليها تساوي واحد بصير ولا بصير إيش بصير هذا عملت أنا الconstructor. حاول إنك تحل السؤال هذا أنت لحالك حاول تحله هيك بنكون وصلنا عند هاي الكلاس ريكتانجل المرة الجاية بعرض لكم إياه بدنا نعمل overloading لل unary operators الoperators الأحادية اللي إلها طرف واحد اللي هو self فقط اللي هي النيجاتيف والبوزيتيف والانفيرت المحاضرة الجاية وناخذ البلس ايكوال ماينس ايكوال كيف شو الاوبريتورز الهن شو اسمائهن هاي الجدول ماينس ايكوال بلس ايكوال اللي هي بضيف اي ونشوف الامبلمنتيشن للفانكشن هاي ماينس ايكوال بلس ايكوال اليوم الخميس ان شاء الله نعم أسأل هسه بفرق الأذر لما نكتبها لحالها عن الأذر لما نكتبها دوت سيل دوت اس 1 أو هيك الأذر إذا اعتبرتيها قيمة ما بقول أذر دوت اكس أذر دوت واي بس إذا اعتبرتها أوبجكت بقدر أستعمل الداتا ممبرز الموجودة داخل هذا الكلاس إذا بعتبرها أوبجكت يعني أنا بجمع أوبجكت زائد أوبجكت
الاذر بده يكون بيقدر يعمل اكسس على الداتا ممبرز. اما اذا بجمع مثلا اوبجكت مع قيمه، الاذر بده يكون قيمه مش اوبجكت، ما في اوبجكت دوت كذا. فهمنا؟ عبد الله خرسان، عبد الله خرسان سعيد عوض، رقمك واحد يا عبد الله، احفظوا عبد ارقامكم. قيس خالد، قيس خالد محمد الواكد. هلا دكتوره، حضرتيني دكتوره؟ عبد الله قيس موجود؟ قيس مش موجود. طيب محمود مأمون محمد الهزايمه. نعم دكتوره. محمود رقمك 3. جاسر احمد جاسر المعاني. نعم دكتوره. جاسر 4. ادهم اكرم يوسف العمري. ادهم اكرم. عبد الرحمن عماد عبد السلام عجاوي. عبد الرحمن آلاء بلال أنور عبابنة. آلاء موجودة. آلاء 7. محمد بشير علي عبابنة. محمد بشير محمد بشير. آمنة نهاد عقلة الحوامدة موجودة. آمنة 9. بتول حسن عليان بركات موجودة. بتول 10. رغد وليد مصطفى أبو راس موجودة دكتورة. 11. سارة جدالله رشدي عبيدات موجودة دكتورة. سارة 12. صهيب مهيدات، هذا اللي طلع صح؟ 13. محمد عبد الفتاح خليفة خابور. نعم دكتورة. محمد 14. مرح عبد الوهاب دياب عبيدات. نعم دكتور. 15 يا مرح. أمين بكري حسين العزام. رنيم وليد إبراهيم خزاعلة. 17. أيمن محمد زيد بني هاني. أيمن موجود. أيمن 18. فهمي خالد فهمي الطيطي. حاضر دكتورة. فهمي 19. رشيد محمد عبد الله العمري. رشيد محمد عبد الله العمري. صهيب رائد عبد الحليم سالم موجود. صهيب 21. عبد الله أحمد يوسف جوارنة. عبد الله جوارنة. ليث موسى شحد محمد. ليث محمد يوسف عطلة ربابة. عمر خالد أحمد أبو الهيجة موجود دكتورة. عمر خالد يا عمر. محمد يوسف دكتورة. محمد يوسف وين يا محمد؟ محمد 24. عامر أسامة محمد أبو سلمان موجود دكتور. عامر 26. محمد عبد الحكيم أحمد البدو. محمد عبد الحكيم عبد نعم الملك دكتورة. عبد الملك نعم نعم دكتورة. عبد الملك دكتورة موجود. خلاص. هاشم محمد رقم 28 يا عبد الحمد. هاشم نعم دكتورة. هاشم 29. عبد الله حسين أحمد الغدران موجود دكتورة. عبد الله 30. ضحى جهاد علي السناجلة حاضر دكتورة. ضحى 31. عبادة محمد عياش العيادة موجود دكتورة. عبادة 32. مؤمن علي فوز الطلافحة مؤمن علي فوز الطلافحة. عبد الله حسن ناصر فودي موجود دكتورة. عبد الله 34. غدير عمر محمد الجهماني. خلاص يعطيك العافية دكتورة. تفضل. كم رقم الآن؟ 2 ولا 3؟